السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض بيئة للبرمجة اسمها كودو جيم لاب، ودي مفيدة ان الاطفال يفهموا فكرة البرمجة من غير ما يكتب كود، او يطلب منه انه يحفظ الشفرات بتاعة السي شارب او البايثون. لا، هو ممكن يبدأ يبرمج من خلال يفكر فيها حاجات لذيذة اوي. يعني خلينا نقول مثلا احنا عايزين نيو وورلد، مش عايزين نكمل، عايزين عالم جديد. عندي 3 اختيارات. باجي هنا بلاقي ان انا عندي اول واحده الايد، ان انا اقدر احرك الايد بالشكل دوت. طيب عايز اضيف شخصيه، فبدوس هنا واقول له انا عايز اسمي الكود دوت، فضفولي بالشكل ده. طيب هدوس رايت كليك واقول له اد اوبجكت. اد اوبجكت مثلا عايز اضيف عنصر زي الكوره مثلا، فضاف لي هنا الكوره. طب الكوره انا حاسس ان حجمها كبير، فادوس رايت كليك واقول له شينج سايز واصغرها شويه. طيب انا مش عايز اصغرها، انا عايز اكبر البيئه، فبدوس هنا وببدا اعمل بالشكل دوت. انا سايب في الخط اعمل ده تمام عشان اللعبه تبقى بسيطه بس. طيب انا عايز ابدا ابرمج بقى، ماشي. فهاجي هنا على دوت واختار الكود 1 واقول له بروجرام. طب ابرمجه اقول له ايه؟ بكل بساطه هوين لما يحصل اعمل هوين دو، لما حد يخبط على الباب افتح الباب بس. فانا اقول له اومن، اقول له بقى ايه لما اشوف، لما اشوف ايه بقى، نختار اوبجكت. انا بدور على الكور. اهي لقيتها. لما تشوف الكوره اعمل ايه بقى؟ موف، اتحرك ناحيتها بسرعة. تمام، ندوس سكيب عشان نخرج من اللعبة. طيب لو انا عايز اشغل اللعبة دي، انا كده لسه ببرمج فيها، تمام، ممكن اقول له ايه اسكيب، كده هتبدا اللعبة تشتغل. اول ما اشوف الكورة بيروح ماشي عليها، اخبطها فبتبدا ايه يتحرك الكورة. انا عملت الفراغات بحيث ان هو يصدم بيها. طيب خلينا ندوس سكيب عشان نخرج. عايز اكرر دوت، هقول له كوبي واجي هنا اقول له بيست. طيب بيست ده متبرمج ولا مش متبرمج؟ اه متبرمج، لما خدناه اتاخد بالبرمجة. هاتوا سكيب، فهم الاتنين يتحركوا حوالين الكورة. يلا يلا شوط الكورة، فهم ايه بيتعاملوا بقى مع الكورة دلوقتي. اصبحت في لعبة سهلة وبسيطة زي ما انت شايف، فيها افكار حلوة والعاب لذيذة. تمام، لو ممكن نلون واحد فيهم اللون الاحمر عشان يبقى اهلي وزمالك وحاجه زي كده. ممكن بقى تغير كل الخصائص بتاعته، تغير اسم الشخصيه، تغير الشكل بتاعه، كل شايف الامكانيات كلها. تعمل ممكن تغير الحجم بتاع واحد فيهم. طبعا عندي هنا اختصارات، كل ما بقف على حاجة بيبدأ يديني شوية معلومات. في ان انا اغير اللون من خلال الاسهم، خليه ده احمر دلوقتي. هدوس جيب بحيث ان هو يبدأ يلعب. هما الاتنين اللي بيخبطوا الكورة في نفس الوقت. طيب خلي واحد فيهم بعيد شوية. بيلعب بقى، بيحاول ان هما يلعبوا. فلعبة ظريفة، مش عارف الموضوع تعجب.